صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم نهار السبت. كما تفرجتوا على الفيديو اللي قبل، عملت تخطيط شنو باش نطيب جمعه كامله. اليوم حسب التخطيط اللي عملته باش نطيب كسكسي بالعلوش وفي الليل سوفلي، وتو باش نعمل كيكه درع باره. وحتى كان باش نعمل قط ولا حاجه، اول حاجه نعملها حتى كان ما نصورش ياكلوا فطور الصباح دوب يقوموا، راه ما قعدوش يستناو فيا ساعه لين يحضر القط ولا حاجه، لا يفطروا. مثلا يغرد كان عندي قط قديم، كيما اليوم عندي كيكه البرتقال ديكا اللي تحرقت شويه الغلاف نتاعها، نحيت لها القشره نتاعها وعملنا لها تغليفه بالمعجون وكلاوها وبنينه بنينه مش نورمال. دوك الصغار راهو يزمهم دوب يقوموا ياكلوا. دوك ناخذ العليمات نتاعنا نزيدوهم كاس سكر. المقادير راني ديما نكتبهم في صندوق الوصف. ديما نحب نستعمل سكر بنكهة الزهر، نحس يجيني ابن من الفاني. قاعد يعمل في قهوته، حط شويه قهوه وسكر، يتخلطش برشا، هي باش تخلط لك راهو هي تعرفش هي تخلطه شويه برشا. تحب تذوب السكر؟ باهي ذوب السكر. شد من هنا، شد من هنا، شد من هنا، صافي. هذيك خديتها من عزيزة ب14000 و300 حاجة هكا، قيتها في سوبر برومو، هي أصل سومها 18000 19000. دوك فرصة باهية، نجمو نعملو بها قهوة حليب ولا نجمو نعملو بها القهوة الفيلتر الكحلة. كان ببريرة حتى لهنا، شوفو قداش طلع الكشكوشة، على قد ما تخذخذ على قد ما تزيد تطلع الكشكوشة. اللي ما يحبش برشا كشكوشة يخذخذها شوية، حركها شوية. ياسين يحب برشا كشكوشة، هيك علاش طلعها برشا. مش مشكلة، هاتا كيوف هذاك زيد لاخر. شوفوا قداش كشكوشة، شوفوا الكشكوشة، شوفوا هايلة. هلا هلا تحب تعمل كيف ياسين؟ تحب تعمل كيف ياسين؟ لك فطرت انت، تحب تزيد؟ باهي تو ياسين يعمل لك. عملوا ياسين شوية حليب دافي له شوية. لهنا اللون العظم متبدل ولينا مستبيض، مش لازم راهو نعملها بالعجينة، نجمو نعملو بالزدين. نحاولو نركضو العظم قد ما نقدرو وكهو، العظم والسكر مع بعضهم قد ما نقدرو وكهو. تو باش نبدا نزيد في المكونات تدريجيا، وهي تخدم بشويه بفيتاس ضعيفه على الله. للزيت نحب نحط زيت زيتونه في خبزه الدرع، ما نحبش نحط زيت نباتي. مع خبزه الدرع نحس لازمها تكون عربي عربي هكا زمنيه بكلها مقويه. كيس فرينة وزوز كيسان درا. ديتو كيفاش نخلط الكيس، نحرك الكيس هكا تهبط الفرينة من غير ما نقعد نحرك في الصفاية. كي نبداو نطيب ولا نعمل في حاجه، كل حاجه ترجع لبلاصتها سير بلاص. بالنسبه للدراع، فما متتبعه سالتني قالت لي علاش تخبي فيه في الفريجيدير. هذه دراع عملته ماما عنده اشهر، يعني عنده برشا، ممكن من الصيف الحاجه تخليها في الفريجيدير تقعد كما هي، ما يصير لها شيء. الفحات، البسيسه، الدراع تصبر مش نورمال، معناها في الفريجيدير تحافظ على ريحتها وعلى مذاقها، وما تعدمش، ما تلفلفش، وما تطلع عملش كالفرطاتو ولا حاجة.
تقعد لاباس عليها في الفريجيدير عام كامل ولا اكثر. لهنا حطيت اربع دراع، اربع كيسان دراع وزوز كيسان فرينه، خاطرني نعمل في دوبل الوصفه. وباش نحط الخميره، الخميره دي فيها 10 جرامات، الوحده فيها 10 جرامات، دونك انا حطيت 20 جرام. بعد ما زدت الفرينه والدراع خلطت بالمغرفه العاديه من غير مش لازم معناها نرجعها للعجينه، اصلا هي مش لازم نعملها بالعجينه جمله. باش نحط فيها شوفان وزبيب ولوز هكا مقطع دي برونش، وين حسيتو خاطر شويه نزيدو شويه حليب. حطيت هي اصلا مرات طلعت لها ايه هيكسه، ما نحبش تطلع لي هي بسبب الشغل. وتو نزينو بالموجود، عندي زبيب، عندي شويه خليط، شويه شوفين، بيبي دو شوكولا، لوز ترونش، ولهنا فواكه يسميهم فواكه سهرة هما، نبيع معاهم فستق مقشور ونحيته بالطبيعة. وهذه الزينة العشوائية اللي عملتها. بالنسبه للفول في النوعيات هذوما زيدا ما نحلوش من اللور، نحلو كان كيف نحط الكاطو. باش نحطها مبدئيا 30 دقيقه 180 درجه من لوطه التهب، وهذه في الوسط. وتوا باش نمشي نروح نحم نتاع الفسكسي. تقدم لنا انت الحصه اليوم، شفنا نعملو ماغينات أو كافي نواغ، هذه حاجة جديدة، ها متلقاوهاش باغتو. نبداو نغطس اللحم في القهوة، باش نحط شوية زيت زيتونة، نحط ملح، خدنا مغرفة، اشتري مغرفة. ثلاث مغارفة من الباشتر، حطوا عادي فلفل أحمر، مغارفة كبيرة، هذه مش حار ياسر. نحط شوية كرية، اشتروا مغارفة. نحط الحماد نتاعي، نخلط الحماد بالبداء، نغطيه من بعد نرجع. بعد ما تعديت بريسك نص ساعة هكا قريب تخلط، باش نزيدها الوقت مازالت على خاطر، وباش نردها من الفوق ومن اللوطة. نظهرلها هاكي بدات تاها باش ما تتحرقليش من الفوق. وتو نرجع نتفقد يا سي ماجد. ماجد فاش تعمل انت تو؟ فاش تعمل؟ اغزر لي لن نغزر. فاش تعمل؟ فاش تاكل؟ ما شاء الله يا وليدي، خلينا طريف زبيب، عطيتو صحفة كليه وزاد طلع التبوري باش يكمل يقضي على الباقيه. مجود خلي بلايصه للكسكسي والحيمه في كرشك، خلي باهية باهي، خلي بلاصه للحيمه. وليتك هكا مش باهي برشا زبيب عش ولدي، ياخذ باش تبلش تتخنق لي كهوا يزيد هو. باهي بالنسبه للكسكسي، اول حاجه باش نحط الحمص يطيب وحده،
نجم نطيبوه معاه، اما نحب نطيبو وحده. ولهنا مانيش باش نقلي، باش نصب إيترا ونص ماء ونخليهم يسخنوا 45 دقيقة بالضبط. في الاخر بالكل حطيت، بعد ما حليت عليها من الفوق حسيتها باش تبدا تتحرق، هاكا اغزرولها. وليت حطيت لها بابي كويسون، نتاكدوا اللي هي طابت، نغرز السكينه حطيتش للاخر وتطلع لنا شايحه. هذيك معناها طابت مش من الداخل بالكدا، نخليها تبرد شويه ومن بعد نقسمها معاك. تو باش نخرج الدبش اللي نشرته البارح، زدت نشرت معاه دبش اخر. بيخلو من الصباح باش نخرج خاطر الدنيا بارده، نحكي لكمش اكيد راكم حتى نتوما حاسين بالبرد، برد برد برد، ما نحكي لكمش قديش برد. وكوجينا سخونه والدنيا لنا كلاص كلاص. بالنسبه لي اللي برد قارس هذا، هاود باش تخلي شي على رواحهم، خلنا نرجع الكوجين تي نتدفى. لحد اللي فات فطرنا البرة في الشمس في السخانة، لحد ذي شدوا الكن. كوجينتي الدافية بكبوت، راني بكبوت وبردت، كوجينتي الدافية ندفى شويه. ها هي يعني قرب تظهر مزيانه ما شاء الله، ان شاء الله من الداخل تطلع بنينه كي ذقت هنايا بنينه على الاخر. خاطر الدروع اللي تعمل في الدار تهزو للرحاي وتنظف معناها على قاعده ويترحاب بالكدي، يظهر لي حسب رايي يجي ابن ملي نشريوه حاضر. مرات اللي تشري حاضر تبدا فيه مراره ولا كيفاش. هذيا دروع بنين حضرته ماما، ما شاء الله الكميه كبيره، عملت 7 عظميات كبار في بلاصه 8 عظمات. خليها تبرد شويه باش ما تتفتفتليش. لهنا كما تشوفوا الماء سخن بالبدايه تاع الكسكسي، باش نرمي الحماد اللي ما شاء الله معناها ظاهرين شربوا بالقدا، توا اكثر من ساعه، توا ساعه ونص بالضبط ملي غطستهم في الصوص شربوا الصوص بالقدا. هذايا كيما كسكسي دار العرس اما بكميه صغيره. نطيب بزيد راه نحبو يقعد لي للعشاء، ولا يقعد لي منه للغدوه. نرمي معاهم بصلة حتى نقطع بالكبير ما يقلقش، راهي باش تذوب هي ما يقعد فيها شيء. ونغطي ما شاء الله. عندي برشا ما طيبتهاش، اني راني كي تبرد الدنيا نولي نطيب هكا قلتويت وحاجات وكل شيء، كي تسخن الدنيا نولي حتى كوزينه ما عادش نحب ندخل لها، عادي نضرب سيف كامل ما نعملش حتى خبزة دف. نولي هيلكم على قريب ونشوفها. شوفها هاكي مش يابسه طريه. الوصفه زدت لها شويه ماء وشويه حليب راهو اللي باش نكتبها لكم، وتو نكتب لكم ملاحظه اللي اني زدتها خاطر ظهرت لي عاقده. هذوقها توا، بنينه
كل مطعم الزمني وكل مطعم طال حاجته الحلوة الزمنية ولا قديمة الكل موجود فيها. بنينة الحقيقة وهشوشة خلنا نزلهم شوية مش برش خاطر قريب يفطر فطور نص النهار. باش نتفاقم الحار الحقيقة ما عنديش حكار معين للطماطم والفلفل اما هاكا بالمنظر وكهو هنا المنظر ماهوش احمر حتى طرف وذقته ماهوش حار دونك باش نزيد شوية فلفل احمر باش نزيد زيت اللي عنده حكار اكتبوا لي يعيشكم خلي هكا مالي نتبع حكار بالضبط حكار يطلع الفلفل يطلع كوستي احمر وشبعان يعني بالطماطم مش اصفر حبوش بدل ما يحبوش اصفر جمله باش نزيد الطماطم راهي مزلت الكوستي قاعد يطيب مزلت حتى ما حطيتش الكوستي الاخر دوك باش ياخذ وقته على ما يطيب بالبدا الطماطم الطماطم هي ربع ساعة تكفي باش يطيب يعني مزلت على قليلة نص ساعة الحمص باش نحطو شوية ملح وفلفل أكحل نجم نحطولو شوية كركم باش يعطيه لون أصفر نعمل 750 غرام يكفيني يعني وبدرو الصغار على مرتين يكفينا مش مرة برد حتى ملحم هكا قليل خليت ربع نحط الزيت ونخلطو اكثر حاجه تفوح الكسكسي هي العود العود احنا تعودنا نحطوه اكعد كيكه معناها صحيح فما متتبع قالت لي راهم هما في دارهم يعملوه مرحي يعني تستنس هكا معناها طريقه على جدي ونحب ريحته هكا مش نورمال مرحي ما نعرفش زعما هي ترحيه سيرو بلاس ولا يندرا كي ترحيه وتخبيه مرحي يخليك الريحه والفيحه هذيك ولا لا ما نعرفش الحقيقه باش المهم نحطه بالطريقه هذه فما زاد طريقه اخرى نجم تاخذ بصله مدوره وترشق فيها كعبيت العود باش هذيك ترميه في الفصاصه يسيب زاد مطعم بنين باش ونزيدو ماء ماء عادي راه مش دافي مش سخون لحد شيء ماء مسبلة عادي حطيت 150 مللتر معناها زوز كيسين تاكيك ما نخليهوش يترنخ على الاخر نخليه هكا يقرب باش يتبلد بكدا وما نخليهوش ناقص خاطر باش نفوره مره بركه مانيش نعاود نفوره مرتين هذه الطريقه تعلمتها على بدرة احنا في دارنا نفوره تفيركين ما نمرقهوش ما نسقيهوش توا بالكدا غزو هكا سقيته ابين بالكدا ومش مرنخ ومش شايح وجي مفتفيرة برك وجي بنين وجي مريقل راهو طايب في حق به نخليه توا يشرب من بعد نرجع
يشرب الماء هذاك اللي صبيناه. هي راني قاعده نفسر مش للعبيد اللي مسكين صبطاتي بالكوستي ولا حاجه، بالك شي فما شكون ما يعرفش يطيب، بالك شي فما شكون مازال معناها اتجانت ولا مازال كي عرست ولا حاجه، عرفت التفسير بدائي على الاخر. هذاك جميع المستصينين يكتبون يكتبونا معناها كيفاش حكارات، خاطر نعرف فما عبيد عندهم حكارات بالضبط. مثلا نقول لك الكيلو عليه زوز مغارف كبار طماطم، عليه بصله، يبدا عندهم حكار بالضبط بالضبط. قولوا لنا شنو هو الحكار البنين نتاعكم خلينا نتبعو. باهي هنا بعد ما شرب الكسكسي حكاية دريج كيكا دريجين، نلقاوه يبس شوية، جست نحركوه شوية هكا وكا هكا. الكسكس ماذا بينا نحطوه يسخن من الاولى، خاطر كي يبدا سخون الكسكسي ما يلصقش فيه. يعني ما نفوحوش الكسكسي، راني هكا جست نحطو شوية عود وكا هكا. اللي حاب يفوح فلفل اكحل ملح كركم، كل واحد كيفاش مستانس. شوف الريحة دوبت تحل باب الصالة تضرب الريحة فيها، ريحة العروش وحضارة مع طريقة التروية. فواح مش نعمل الكسكسي قريب يطيب هاكا. لهنا باش نزيدو تريف هريسة عربي، خاطر الصغار ما يحبوش حر هاك تريف. باش نحط الجرينات هذوما مسكرين ما نحلهمش باش ما يسيبوش حرورتهم، والحمص نرميه في الصوص. نتفقد الطاب اكيد هكا طاب زبده. اللي يحب ما يغطوش في الصوص يخليها لونه اصفر يخليها، ما احنا نحبوه يشرب ويتبنن بالمطعم نتاع الصوص هذاك. ولهنا عندي شوية زبيب بنفخته في الماء من أول ما بديت نطيب، وهاني توا سقطرته من الماء باش نصبو زادا كيف كيف يسيب راهو مطعم بنين في الصوص. مطعم حلو اللي ما يحبش ما يحطش بالطبيعة، هاكا نطيب بالطريقة اللي تعجبنا احنا. شنو مازال ناقص ما حطيتش؟ قرين فلفل أخضر، هاو جرين فلفل، جرين فلفل اخضر يسيد زاد مطعمو. وباش نقلي الفلفل نخلط المكونات الكل، حسيتها ناقصه شويه ماء مش برشا، باش نزيدها شويه ماء. وفي الاخر بالكل راني نقص في النار باش تقر زيتها، كديجا الصوص قرت زيتها. هيا نقصو في اخر وقت نقلو في النار. الكسكسي ذقتو راهو بريسك طاب، نزيدو دريجي كامل يطيب بالقدا. وقرينات الفلفل هذوما غسلتهم وشيحتهم، شيحتهم بالمنشفة جست نعملهم هكا باش ما يطرشقوش. اللي يحب يحط ملح شويه ملح لهنا يحط، ثاني ما نحطش. يتقلى وذي الكسكسي هكا قر زيتو ما شاء الله، يشهي مطعمه احمر كيما يلزم. وبدر هو اللي باش يخلط لي، خاطر هو يعرف يخلط خير مني. شنو يا بدر السر في الثقلين والبسيف؟ الثقلين وتدريجيا التدريجي. Thank you.
ربي دومها نعمة. مجود تحب كسكوسي؟ هاي قولة شديتك شاي شوف. بنين بنين على الدخل قرش عليهم تاع دراج. خلينا نهار عيد. حتى لهنا وفيت الفيديو نتاعنا، ما نحبش نزيد نطول اكثر. ان شاء الله فيديو السوفلي تكون وحدها كوم سا، تشاركوا معنا نهار كامل من اوله للاخر وفي الماكلات التونسيه البنينه. وتوما بقالي كان باش نقولكم يعطيكم الصحه على حسن المتابعه، ما تنساوا شكل الكومنتات المزيانين واللايكات، ونخليكم في امان الله. بالسلامه، الى اللقاء. الى اللقاء.